بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. كلامك قفك حضله أمام متكلمك حضلايو وحيابها مقصود كيس اللقوء قاذو وحاكمد أه سياقة وكل حضلايو سياقاس او اي كمدت هاي قفك او كهدلايو او فهمسيني هاي اعتقاد كيس اي مذهب كاكدقان هايو سؤال لويديي سؤال شو لفتي اذا سياقي اي مقصود كي متكلم كايا لو فهما هدي ان لا الى لنين ضدك كلامكو ذا اي كهدلايان مقصود كيس هدي ان iyadoo la ogaan karo aan la ilaalinin qofku oo isagu wixii uu ka fahmo intuu iska sheego dabadeedna uu naqdis u galo intuu natiijo ka dhaliyo ma ahan culimmada da'bigooda iyo dhaqankooda dadka ahlu cilmiga ah alimaam alxaafid almujtahid ibnu daqiiq alciid رحمه الله تعالى كتاب كيس إحكام الأحكام كتاب الرضاع شرح مركو شرح حديث الخالة بمنزلة الأم وحيري سياق الحديث يدل على أنها بمنزلتها في الحضانة قابك أو حديث كويمد سياق أو كويمد إلا ولا يسكو قبسة قبادة حمزة أو كردنتي أو للي يا علي يا زيد بن حارثة يا اسكو قبسدين يا جعفر أنا حنانين اسكو قبسدين مركز النبي جعفر بوسيه محون أسيه هبرير تيد إنه قبي مركز يري الخالة بمنزلة الأم مركز حوليه ابن دقيق سياق الحديث يدل على أنها بمنزلتها في الحضانة أبريرت إنه هو يضو كالتهاي حق حنانين وقد يستدل بإطلاقه أصحاب التنزيل على تنزيلها منزلة الأم في الميراث وحال غيابا حديثك إنه دليش ذو ذاتك بحلك مركا لجوغو أبريرت بوسك هو يضو دجينا مركا لوايو أما مركا عدك لذو الأرحام لحال سينتي سيداتك قبو إن حديث كان قبصدان الغيا بابو يرى الخالة بمنزلة الأم هبريرت وهو يدوك درجة ذوك ليجوكتها إلا أن الأول لكن سيدان أيو أي أقاتين إنين أهين أو سيدو هو رأيتها أو حق حنانة لقهض لا أقوى تاسع حبا سببتم حيتها وحو يرى فإن السياق سياق هذا التحييه طريق إلى بيان المجملات وحيابها الضوضوبا ورك الضوضوبا أي عدين أطهي سياق طريق سياق وجد الوقاره ورك مجمل كعدين تيس وتعيين المحتملات وحيابها احتمالات كالقليانة سانا سورة قلق أسانا سورة قل سانا كسورة قل سياق وحكو عينا احتمال كسحلة وتنزيل الكلام على المقصود عنه حكروا الوجارة سياق هذا الكائن للدجيو ولجيدة لقليه وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه أرنت إن لفهمنا وقاعدة وين وقواعد أصول كمذا ولم أرى من تعرض لها في أصول الفقه ما أرقبوا إلى أصول الفقه قاعد أقطع وأبن بحضي بالكلام عليها إنك هذا شو وتقرير قاعدتها مطولة قاعدة إلا تقريرين وديران إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم إلا ضد ضنباء وأصحابته يعني أردي ذو ذي أنسو قارني أمباكها وهي قاعدة متعينة على الناظر حير وقاعدة كعينو بيسقفك بحثي فيرنا وبحثي كجيرو وإن كانت ذات شغب على المناظر إن كستوقفك مناظرة كجراء شغب توقو صاحب أي تاي يعني مركا دعاوي لجوغو وحليسو شاك شاقان آيو ودعو أي تاقن تاي طبعا ماشاسي مركا سياق وحيابها سيلا فيرين ماي شغب إيا حلقاس كقلي كارو
iyadaasna wuxuu ku sheegay kitaabka laftiisa dacaawida markuu ka hadlayo low yucdanna yani shaahidaaka shaahidaaka aw yamiinuka aw yamiinuhu meeshaasuu ku keenay marka nacam. Laakiin marka baxfi iyo nadarkii wax lagu jiro mutacayina waayuu leeyahay in markaa la qabsado. Yacni warkan khulaasadiisu waxa ay tahay siyaaqa qofka mutakallimka ah wuxuu waa dariiq lagu gaaro maqsuudkiisa in la ogaado, iyadoo marka siyaaqiina uu cad yahay, hadalkii sariixa ahaa ee yaallay haddii loogu fasiro si uunanba asagii ku fasirin oo isagii sheegayo qofka, haddii loogu fasiro dabadeedna xugun laga dhaliyo, waxaas caqiidadaas iyo caqiidadaasa ka dhalanaysa la dhaho waa dhibaato. Ayib, bal culummada yacni da'bigooda iyo xaalkooda wuxuu ahaa iyo caadadooda siyaaqa xataa in la ictibaariyo qofka warkiisa marka in la fahmo la rabo siyaaq in laga fahmo. Taas waa mid. Waxaanan uga socdaana waxay tahay marka kelimada muxdath iyo makhluuq isku mid isku macno miya dadkoo dhan agtooda mase ma aha, dadka qaar ay isku mid u tahay. Kuwaas marka makhluuq iyo muxdath isku mid ay u tahay waa lagu oogi karaa xukunka ah alqur'aanu makhluuq ay qabaan waa la dhihi karaa. Kuwa laakiin aynan isku mid u ahayn muxdath iyo makhluuq sida aan soo marnay casharkii hore kalimaam albukhaari iyo kale oo isagu caddeeyeyba baabun kula yowmin huwa fii shanin ku caddeeyey oo yidhi xadathuhu laa yushbihu xadatha almakhluuqiin aayaddii keenay iyo hadalkii ibnu cabaas qur'aankiinu axdau kitaabin ama axdau cahdan ama aqrabu cahdan iyo wati hadalkii ibnu cabaas oon hore u sheegayna kulligood marka bukhaari oo kale ibnu cabaas iyo kale muxdath iyo makhluuq inaynan isku macno u arkaynin ayaa caddaatay. Ayib, ibnu taymiyana raximahu llahu tacaala isaga laftiisa iyaga warkoodauba keenayba inuu isaga laftiisa farqi u arko waa iska caddahayba, siyaaqa xataa uma baahna. Laakiin waxa siyaaqa u baahanay waxa ay tahay in lagu fahmo alimaam axmed raximahu llahu tacaala kitaabkiisa arad cala aljahmiya markuu dhahayo qofka yidhaha qur-aanku waa muxdath waa qof qur-aanku waa makhluuq yiri ama yacni naqdiyey oo markaa isagu yacni siyaaqii uu ku naqdiyey muxuu ahaa, taasaan rabaa inaan wax yar iftiimiyo dadka u iftiimiyo. kitaabkiisa alimaam axmed arad cala aljahmiya safxada 242 sidaanuu yidhi uma ina aljahmiya jahmiga iddacaa wuxuu sheegtay amran aakhara arrin kale faqaala wuxuu yidhi ana ajidu aayatan fii kitaabi illaahi waxaan helaa buu yidhi aniga aayad kitaabka ilaahay ku jirto tadullu calaa ana alqur'aana makhluuqun aayadan keenaa buu yidhi qur-aanka ku jirto oo tusayso qur-aanku inuu makhluuq yahay faqulnaa waxaan ku niri buu yidhi fii ayi aayatin aayadday ku jirtaa dhexdeeda faqaala waxa uu yidhi qowlu llaahi tabaaraka watacaala maa ya'tiihim min dikrin min rabbihim muxdathin fazacama wuxuu sheegtay uu ku andacooday ana allaha tacaala qaala alla inuu yidhi ina alqur'aana muxdathun wa kullu muxdathin makhluuqun waa kaas marka fiiri wuxuu yidhi ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku yidhi ina alqur'aana muxdath jahmiga dhahayo wa kullu muxdathinna makhluuqun waaye. Nacam, isaga marka muxdath iyo makhluuq ma kala saaraayo jahmiga ma ujeedaa. Markaas ayaa marka imaam axmed uu bilaabay inuu radiyo marka uu ka jawaabo warkiisa. Marka warkan lasoo naqlinaa imaam axmed laga soo naqlinaa waa war jawaab u ah qof muxdath iyo makhluuq isku macno u aaminsan wa maahan lama suuraysanaa imaam axmed inuu bukhaari iyo ibnu cabaas iyo inuu naqdinaayo uu leeyahay alqur'aanu makhluuq ay qabaan ma la suuraysan karo. Nacam, marka siyaaqii warka uu ku yimid baaba waxay tahay nin dhahaayo aayaddan maa ya'tiihim min dikrin min rabbihim muxdathin ay makhluuqun waaye nin dhahaayo kaas waaye marka kan imaam axmed uu daba joogo. Laakiin muxdath iyo makhluuq qofkay u kala saaran tahay ma lagu soo aroori karo warka alimaam axmed. Nacam, haddii uunan qofka ka wadin halay arko wax badanaan keenay un. Nacam, oo dadkiina markaas yacni ha iska wareeraan haddii ay tahay ma sheegin aniga. Ayib, meeshaas marka waa taas. Alxaafi aimada kale salafkuna sidaas waay siyaaqooda markaad fiiriso wakiic iyo kayrkiis
الحافظ ابن لأن سلف كي قاركودا بعدين أيو بخاري مركا ليقان يا صحيح سكون عدين أيو يعني كتاب صحيح صحيح البخاري أنا والله قرنا الحافظ ابن تحسنا مركا خانو قصوا هذا لعشر كيوري الحافظ ابن كثير كتاب كيس البداية والنهاية جزء كافر يتبناد لما بقول يتضبع دعذوين كي دعاي لما بقول سديد يتبن مركا كهلا لما بقول سديد يتبن مركا جزء كافر يتبناد لما بقول يتضبع وطبعا هذا هجر معالم الكتب قفكي أنا هاي سنين مدة أصلا وحفيرنا دعذوين كي لما بقول سديد يتبنك حوادث سنة 18 و200 وفيرنا وحير في هذه السنة سنة كان كتب المأمون إلى نائبه ببغداد مأمون وحقر نائب كيس بغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره إسقى أمره أن يمتحن أمره يعني أن يمتحن القضاة والمحدثين إنه كامتحان قال لياش المحدثين بالقول بخلق القرآن إلى آمنا القرآن كمخلوق نبيس وأن يرسل إليه جماعة منهم إنه درء وصدر جماعة يعني إيه كم إذا إلى الرقة رقم إيش اللي يرى ونسخة كتاب المأمون إلى نائبه مطولة نسخة ورقد أوقر مأمون نائب كيس أوقر ودارد ورقد سردها ابن جرير ابن جرير باسردي ومضمونها أجيت كذا مضمون كذا نوحه أوحك ولا حجري معناه الاحتجاج على أن القرآن محدث وليس بقديم مضمون كيدو حوهين لحجيست قرآنك إنه محدث هي قديم نؤونا نحين مركاسو ابن كثير سايري وعنده مأمون أكتيس أن كل محدث فهو مخلوق أكتيس محدث كستان ومخلوق هيوه وهذا أمر لا يوافقه عليه كثير من المتكلمين ولا المحدثين محدث إنه يهال بمعنى مخلوق ووحين كوا فقين إنه ير متكلمين تبدن كود محدثين ترى ما بكوا فقاين محدثين تعطى بدن كود مرهن محدثين توائد لاق يسيد داي مي متكلمين تبدن كود مكوا فقاين لا بدأ واسكمد طيب فإن القائلين بأن الله تعالى محايل ذاتك من سن أمر لهاي بأن الله تعالى تقوم به الأفعال الاختيارية إلهي إني أفعال اختيارية كقوم يسوع صفات كفعل كؤمن سن لا يقولون ما لها يعني بأن فعله القائم بذاته المقدسة فعل جيس ذات ذيس مقدس كقوم ما لها يعني كقوم بعد أن لم يكن مركونا هين كجذالك مرة هايان مخلوق ومرة هايان بل يقولون هو محدث بين هايان وليس بمخلوق بل يقولون هو محدث وليس بمخلوق وابن كثير وحده بل هو كلام الله تعالى القائم بذاته المقدسة وهي كلام ذاته المقدسة وما كان قائما بذاته لا يكون مخلوقا من نقضان وقد قال الله تعالى ألا وحير ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وقال تعالى ولقد خلقناكم وإذن أبورنا إذنك بني آدم ثم صورناكم وإذن صورين ثم قلنا للملائكة وحن كلهن اسجدوا لآدم يعني آدم أبورنا وصورين كدبنا ملائكة نسجد لهن مركز سير ابن كثير فالأمر بالسجود لآدم أمر كالله أو أمرين آدم لو سجوده صدر منه تعالى وحو إلهي حقي سكسو بحي وكسو فلي بعد خلق آدم مركو آدم أبو ريك بعد يوركاس أسجدوا لآدم يري طيب أنت أنا آدم لا أبورين أسجدوا لآدم لما دهين ما وندهين فالكلام القائم بالذات ليس مخلوقا معه كلام كإله ذاته قائم كقوى مخلوق معه وهذا له موضع آخر بير وقد صنف البخاري رحمه الله كتابا في هذا المعنى سماه خلق أفعال العباد ضدك مركا ماذا يقانون مسايشا فهم سنة إمام البخاري بإمام مسألة عنه هو لأنه فصل وبين وعدي وكل دقدق آذ أفافه رحمه الله تعالى هذا الكاس ابن كثير أسكال نعم طيب والكواء أركت يعني أئمة ذاني محدث مخلوق إنين أركن لما أريه أسكم متى قرآن كوا مخلوق مرنا لما ديه كارسنة نعم طيب وحكى رؤبان الأجاد مركا لليه صفات كفعل أزلية النوع نوع يدو أزلي حادث الأحاد مركا الله رهايا
وتأثير كمخلوق أي كل هذا حادثا. طيب إلهي وحي سيدة تديس وكقومي مخلوق معها نعم. سفى إلهي كسو كرديس نمأها وإلهي نقص مرنب ومر يعني نقص إلهي وكهو فيه وحلق يا عبادتك قاركود إنا إلهذان وآحات كان لشيغا يمرك الله يسوقي صو نوعي أصيب مكينا ما يساس معها نعم. لأن النوع حقيقة له سفدان حقيقة إلهي ذات ذي سكولة نعم. أحد كان لشيغا يعني وتأثيرات كيدي وهي نعم مركة تأثيرات كي إنا إن تقر بسأروري سأروري سنوع كدكتو وكاس يعني سداسي ماهن يعني عقلنا ماهن وحي يعني مركة عد يعني تكون لازمين يسان أو التزام يسان مجرد نعم. طيب سفدان مركة صفة الخلق تأثير إلهي صفة الإحياء تأثير إلهي هذه مركة إلهي أو ضاني أو كأبورين نلش كسي أنت هذا قال أن نل الله مسين نكار أما أن هو يذا يا بهاين قال أن هذه إلهي كمن نولين مركة إلهي وجود تلقى لي أو الربوضي أيو كن لي طيب مركة إلهي لم يزل خالقا خالق وكسي ولي إلهي واقع سنورا وشيء جيبا. طيب ماشي مركة الإمام البيهقي كتاب كسال الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد صفحة الضوات إيه اللبو باب بابي وحير باب بيان صفة الذات وصفة الفعل صفات يعني صفة الذات صفة الفعل بوكال بابي وحير أما صفات فعله إلى فعل كيس صفات كذا فهي تسميات مشتقة من أفعاله وما يعني تسميات ولا قد أنبلي لغا كان من افعاله افعاشيس ورد سمع بها ادله كسو ارورت نقلها مستحقه له ومد اله مطي فيما لا يزال فيه مستحقه له فيما لا يزال وان الله تعالى لم يزل متكلما مرك لله نعم فيما لا يزال دون الازل بوير مرك نعم. طيب ورد سمع بها مستحقه له فيما لا يزال دون الأزل ما دون الأزل نقول تأثيرات كذا يتعلقات كأي مخلوق كلها لأن الأفعال التي اشتقت منها لم تكن في الأزل وكذا أفعاشي اشتقاقي أزل كي أيوم ما هن يعني مؤجر أزليا ومجر نعم. طيب لأن مخلوقا هذه مركو إلهي كسينا نلش كسينا تخليق فعل الله لم يزل خالقا هذه مركا لكن نرش الوسينا يعني هذه أتكسر ما اسمه أزيل متيد هذه نعم هذه أزيل من نقوني نعم لم تكن في الأزل وهو كوصف الواصف له بأنه خالق رازق محي مميت منعم وكاس نعم صفات كانوا لم تأثير هذه مخلوق كليه نعم ور اسك واضح ويان الإمام الذهبي سير أعلام النبلاء جزك سديد يطبنات بغل أفرتن يلابو ترجمة حمزة بن محمد الجعفري وحوي رسدان فأما ما زعمه إمام الذهبي بعدها يوحي أو شيكتي نكا جعفري وأه من حدث القرآن قرآن كم حدثين مديسة فإن عنا به هدو كلجي حدث خلق الله خلق القرآن قرآن كم خلق مديسة هدو كلجي فهو معتزلي جهمي وعيون وإن عنا بحدوثه حدوث القرآن دوك لجي ذسه إنزاله إلى الأمة أمد أسود جنتي الله أمد أن أسود جي نبي أبري على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أسود جي واعترف أو اعتراف بأنه كلام الله قرآن كأنه كلام الله ليس بمخلوق فلا بأس بقوله والله سأدب ماله ومنه قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون أي محدث الإنزال إليهم إياه مرك الله في ري تأثير أي كلام كان كليه تعلق إياه كليه إياه وحينا أغينا أغانا يعني أيك أغانا لكن إلهي وحسن أغين ما جر ما هو مجرا وحول بوا أغا إلهي هل كاسنا والإمام الذهبي وركي سيوا أي ماذا إسلام كمرك سيداني محدث أغحب لين بخاري ابن عباس شيخ أحان شيخنا آيات قرآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كسوء
صحابة قاركود قول إني كلين ابن عباس ولي بصح البخاري وكسو كان بسنده أكوري بخاري لفتيس علماء ذي كلا ابن كثير إمام الذهبي بيهقي وأركيسان طيب وأئمة ترى بدن وركود ابن تيمية على هذا المنوال الراعي تسعينية أدلة بخاري وبالضبط اللي جايبه وركاس كلمة محدثنا إن يدتك قد ضوتسيه اللي وتلمان يعني. انت هسوحي كدام بيا دقفك هدي أو سيه وضع يعني وحان وحيا باسو كالانا مركا إلزام لمرده إلزام لمرده وحاسو كالانا هذه أري معناها أتقانو إن قفت رأسا ويقان بين أبور وإفتراء كاس إلزام ما هنان قف كوحو ساي قبال ويلزامي مكتنا لكن كاس إفتراء وحاء إن ترى محدث مخلوق وكفهم سيه أما أذيو إنت كفهم ترى هذي واسدا صام مسلم أقف والبنا أو قبا مع أنه مع أو كجر أسير لفتيسة دبلادنا مركز ترى وحوق قبا القرآن مخلوق افتراء وكاس إلزام ما هنان. طيب أنت سوء إيمان أجوه الرئيسي نعم طيب كان يعني كلمات كان جيدين جيدين دوننا إن شاء الله تعالى مقصود كأن كلامنا يبوح أيتها وكليه قفك حق رادنا إنه أنت دقيسته وكل دقيسته سنية سمئة كدب وحنا نشيغي إنه النقولات كان ماليه أنكو شاقنا إنه ديبو آذو سيد دقن أو أفيريو هدي أن مالها سوحق بانا كسو نقلنا ويرا وحنا وابان وحجر ما هدي فهمك أو نقل دي يعني فهمك أقل دانين وقه بل أنه حتى مفهوم كأنه ما بشيغي بالنس كأي مدانك هذا وحدثه لا يشبه حدث المخلوقين ورك علماء وحان أقرنين طيب مرة قفكو حافع أنه حق أسأهد مقصودكم مرة كواس ويكوا أن ربنا أن يحكف إذن لكن لا بقل وقالنا الرئاسة أي كهيسة ضد الرئيسين أو أيغو أيغو حق فهم كراء ما أركي كراء أن ربين حتى هذي أركان وضد كان وحيات إمامك وغنو قطي عكسي هذا ويوحاني هذا ما لقاته قانين أي كجرتوا ده إله يبهنونين كركاس قفك إسك مقلدك أو ساساليري إسك قادنا يأسغنا أو أن وحب باربارن باربارن كرين وركي أنكو مصعونا لأنه كل وريرين أيبوا إكاس ولعل إله أكتي سنين وعذر دار كالا دو سأسو تقصير إي أو ننصمين هذا المركب حنكو ختم ابن قتيبة ابن قتيبة كتاب كانوا ليه الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لأن كتاب كاسو إليه طيب مقدمة وحويري وسيوافق قولي هذا من الناس ثلاثة قول كي وحوافق أو جارب ويرسدح قلق رجلا منقادا ننسكه جانسن وننوه جانسن وحرا قرط وحرا ماشي وربو جيد رجلا منقادا سمع قوما دضوا مقلي يقولون ايه وحداي فقال كما قالوا مركز وحيري وحي ايدهان اسكي العليه فهو لا يرعوي ولا يرجع كاسم صون قناه لانه لم يعتقد الامر بنظر فيرجع عنه بنظر مركي هرب بحثي وحكم قادا يا نظر مركز او نظر او صون نقضى هدانا نعم طيب كاسوا كيس كم مقلد كعام يروح لو أق لو شك شيء اللي ليه وهابي إذا سان قبته وهابي كان قبته تو وهابي قبته لو شيء جا ابن تيمية أنا الله حضله كبعدي حتى محمد عبد الوهاب أس قبل لما رح هاي وحي نعم يعني قف كم ماشى سجوا وده وحي لو شيء جا إسق قادنا كاس نعم وأنا كواس الهذا اللي مهينا نعم ورجلا تطمح به عزة الرئاسة وطاعة الإخوان وحب الشهرة فليس يرد عزته ولا يثني عنانه إلا الذي خلقه إن شاء ينن مركا يعني رئاسة كبير قبكيت أي هشي يا إخوان بدانو ضيعسن يا شهرة جعيل كيدا إنو عام بحو كاسي مركا قبكا ك
ka soo laabi maayo, ka celin maayo ilaa allihi abuuray ayaa hadduu doono ka soo celin karo. لأن في رجوعه إقراره بالغلط واعترافه بالجهل وتأبى عليه مركا صنقو شديسا وحاكو جرينا وقالت كي سقرتو جهل كيسين واعترافه أنا فذا كبر كان أدي ذا يا أرنتاس يحب الرئاسة ذا أدي ذيس. وفي ذلك أيضا تشتت جمع وانقطاع نظام واختلاف إخوان عقدتهم له النحلة وحانا كتلانا أرنتا كل حجير تمركا ضد قرور سنة إنيكا كالتاقان وحسكو اسكو النظام سنة إنيكا كالقوان إيا ضد إني إسخلافان أي عقيد دم إذا يسي أي كالتاقان يعني دو حقي ورسان أنا من سنين ما أنا دلذواتنا دي ويره وحسا كل عاينا. طيب تاسع مركا من إلهي هنوني دما مشي إنه الله كعبسي يوازع ديني أو كجرا ما هني. طيب إيه ورجلا نك سد حاد حير ورجلا مسترشدا من هنون رادنا يريد الله بعمله إلهي دونا يعمل كي كدونا يا الله لا تأخذه فيه لومة لائم من أدي أدي سنقبنين إلهي دينا أقبنين ولا تدخله من مفارق وحشة ولا تلفته عن الحق إن كل حنين أنفة كبير يسنتاجنا كما جرى حق كل حن ما يسمع إيو يعني مركا وحير فإلى هذا مت كان ضمب فإلى هذا بالقول قصدنا وإياه أردنا كان أن كتاب كان يقول كان كان واي مت كان ربنا إنا وحشي ابن ولي لبدا كلا ملكرها نعم وأننا اسكن مقلدين وحيقان وإسوها يستاهدنا مع ذلك نبا مره رقفل كجبي ولا دنته دوره عد كلنا ما مقلة ما يقان مدنا دت كان يك هكلا يعين له جمع وحان وبكوها لي شهر كوها يستع ماله كوها يستع ما كلا حنا لبدا مرك دا إلهي وهنوني ليهين طبعا أنا لما أنت أنا الله نهنوني وجيت كمرك كلمات كان أنت بس قفكي هنون ربو إنه كهنون علم قفكي الرادين هاي قف لكن ماشي الله تلما ما أنفيرين بحث عن ربين وحب عن ربين واسكع عيتما وعيتما كرا مركز نادو حيته ونديد عيد قف والباها جيكر نول بعيد ويقان لكن علم بحثه يا أباهن مركا يا نقف والبؤنن هجا جيكرين كاس مركا شأن جيسا مدى آخرة الوكا يا الوكا لبحاي فإن الله الموعد واي أما قف يا واللي سكع فينا واحدة من ملكاس أسلم هذا أخيره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.